بكم سيداتي سادتي في مقطع جديد. اخر كم مقطع شايفكم ما شاء الله التفاعل حقهم مره تمام. فين شفتكم سلسله فات نايف؟ اليوم نزلت لكم مقطع ثاني، لكن هذا المقطع عزيزي المتابع مختلف. هذا المقطع اللي حتشوفه بس مره واحده في حياتك، لاني عزيزي المتابع قبل ما ابدا جلست اتدرب، جلست 45 دقيقه اتدرب. يعني الاحتراف اليوم ما حيكون بام عينيه، حيكوني بابو عينيه. ما ادري ايش الفرق. فهيا يا عزيزي المتابع لا طول كلام، هيا نبدا. فورتنايت عدنا اليك ثاني مره مجددا. ايه بيش ايش قاعد تقول انت يا ابني؟ ايش قاعد تطلق انت؟ اوه وقت حوت، وقت حوت. اعتراف يا جماعه الخير، اعتراف يا جماعه الخير. اوه في ناس كتير، في ناس كتير. لما تسمع هذه الاصوات يا عزيزي المتابع لازم على طول تروح، ما ينفع تجلس. استغل الفرص، لازم تستغل الفرص. يا زلمه من الشاشه الثانيه تلفزيون طافى. امه ده دمي قليل، انا بروح اهجم ليه؟ اطلع اشبك، اطلع اشبك. بس قدرت اثنينه. اوه مجعله مجعله. ايش ده؟ جيب سلاحك لا تطلعني. بس انا اخذتها، انا اخذتها، انا مستحى ولا والله مره كثير اخذت اشياء هذه، ما اعرف ايش هي بس انا اخذت اشياء مره كثير. ده اوه قريب قريب. والله يا واد اسلح في السليم. والله انه حمار، قايل انه حمار. هنا يا جماعه تخيل كم قفل، لكن ما عليكم حترتي تنفتح كمان حقي تسوق امها. قبل واحد سوى لعيب. لا حق ابو كلب يعني. هنا كان والله طفشك، والله طفشك. وهنا صار شيء صراحه مو في الحسبان. انت حاسبني حموت؟ شوف كيف ما حموت. صديقي المتابع تستهبل اكيد حموت، شوف كيف 50,000 متر. الحين انا ما حتكلم، الميدان اللي حيثبت. ليش يا اخي انت تعرف ان انا فنان يا اخي؟ ما يحتاج تضربني. الشاشة قفلت من كل مكان يا مرت. هلا ستضربني ما. لا لا والله ما شفته. يا الله ايش قاعد اسوي؟ خليك بعيد دائما عن الزحام، يقول لك خليك بعيد حبك يزيد. طفت الشاشة يا ولد، ارجع لك الشاشة طفت. يقول لك اصلا هروب نفس الرجولة. شلون والله اللعب اللي زي كذا. السلام عليكم. السلام عليكم ابو لعبة. اهلا بكم سيداتي سادتي في مقطع جديد. اهلا بكم وسهلا للناس الجدد اللي جايين. انا اسمي
اسمع عبد الرحمن، واذا عجبك المحتوى اللي انا انزله فلا تنسى اللايك والسبسكرايب عشان يجيك كل جديد.